بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في عشيرته الأقربين، ثم ظلت الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن أسلمت الجزيرة كلها. فحين أسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الإسلام للأرض. فكان في حياته قد أرسل الكتب إلى الملوك وإلى القياصرة وإلى إسلم تسلم إلى آخره. إرسال الكتب هذه دل على أن الدعوة الإسلامية دعوة ممتدة لكل الناس، ولذلك حيقول: إنني أرسلتك للناس كافة. كل رسول يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ورسولا إلى بني إسرائيل. يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم، لكن قال له للناس كافة. أثبتها رسول الله بالنظر إلى خلافاته أن الإسلام متعد إلى كل بقعة في الأرض، فأرسل الرسل رسله بالكتب إلى جميع الإيه؟ إلى جميع الحاكمين. يبقى الدولة متعدية. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده إلى من يخلفه. ليه؟ لأن الرسول حينما يتمكن من أن يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعد ما كانت قبائل متعددة، كل قبيلة لا صلة لها بتقنين في القبيلة الأخرى، من رأس رب القبيلة هو اللي يعمل، إذن لا يجمعهم نظام، لا يجمعهم شمل، وأيضا ما فيش استيطان إلا في بعض القرى، وكم رحال كل واحد بيته على ظهر ربعيره ويمشي إلى المكان. كأن الله قد أعد هذه الأمة إلى أن تحمل رسالة السماء إلى كل الأرض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينة ويرتبط به. ده بيحط الرحلة على الجبل في أي حتة فيها شوية زرع، إذن ما فيش انتماء وطني. أيضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفة، وتمتد الحرب إلى 40 سنة. قال له إيه المسألة دي كلها؟ ده إعداد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاهم إلى الحرب ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، إذن أمة معدة، كمان أمة ملهاش نظام يحكمها، وكل واحد صوته من رأسه، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء. خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جد، الحضارات التقنينية والحضارات الارتقائية والحضارات الاجتماعية، في أمة ملهاش لا ثقافة، أمة أمية، الذي بعث في الأميين. يمكن لو كانت أمة متحضرة نقول قفزة حضارية، لا يا سيدي ما هيش متمدنة ولا تعرف حاجة في العلم أبدا. الله، والرسول حتى شرفه الله أو شرف الأمية به، لأن معنى أمي ما خدش ثقافة من حد، هو أمي عشان ثقافته جاية من السماء، فتبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه ملفتة، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنينات لحد الآن بيندهش منها. الراجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جه في استعمال التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن إنه هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رسالة هناك، وبعدين قال لهم إيه الكلام ده؟ أنا الإسلام عندنا إيه لحق التعسف؟ إزاي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما وإذا برجل يدخل يقول: يا رسول الله، إن لفلان عندي في البيت نخلة. كل ساعة يجي يطل على النخلة.
مش مثلا يجي مره يقبر النخله، مره يهذب النخله، مره يجري من النخله، كل شغله ايه مسمار جحا. وانا بتأذى من هذه المساله انا واهلي. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صاحب النخله وقال له انت بالخيار، اما ان تهبه النخله في منتهى الاريحيه، واما ان تبيعها له، واما قطعناها. صحيح هي حقك، انما انت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده ايه؟ التعسف في استعمال الحق منظور اليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما جه الدين التجاري، كان زمان لما واحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه وانبياله ويعني. وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان تعالى ابعت لي 1000 جنيه عشان انا عايز اعمل مش عارف ايه الدين، وده ياخد من ده 50 وده، هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف. فقال لك نعمل دين تجاري، تبقى الدفاتر هي اللي ايه اللي تعمل كويس دين ايه تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضه من اللي رايحين البعثه، قال لي ياخد. طب ده قضيه الدين دي عندنا اطول ايه في القران، وقعد يقرا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ما تستنكفش يعني. ليه؟ لانه ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين، لان المدين ان علم ان الدين عليه موثق سيسعى جاهدا في انه يؤديه، انما لو ما كانش موثق يمكن يضرب بومب، احنا عارفين هيعمل ايه. يبقى اذا مش حمى الدائن، حمل مدين نفسه علشان الامور تستقيم. ولا يظن احد على احد في تنفيس كربه، لان لما واحد يضحك على واحد وياخد منه يقول لك يا عم صل على النبي، يا كلام الحركه تقف. لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي وده ماخد من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، لكنه لم يمنع الاريحيه الايمانيه المروءه. اذا كان واحد ليه بيغسله وبعدين يبقى انا هكتب عليك دين يا شيخ، يا شيخ مش كده تمام. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اختش على عرضه بقى. الله. وبعدين إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اندهشوا، إزاي الإسلام يجيب الحل؟ قال لك أهيدي الأمة الأمية، أهيدي الأمة اللي مالهاش ثقافة، أهيدي الأمة اللي مالهاش حضارة، كم مالهاش ثقافة جاية حجة للدين، يعني إنه دين جاي لها من إيه؟ من أعلى. ولذلك لما سألونا مرة مصر الآن يسارية ولا يمينية ولا تقدمية ولا رجعية، اسمها رجعية المقابل إيه؟ رجعية تقدمية إيه؟ 4 ألفاظ إيه؟ يميني إيه؟ ويساري وتقدمي ورجعي. قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، إحنا فوقيين جاي لنا ديننا من فوق ولا لنا دعوة بالحكاية دي. فإن صادفت تقدمية فديننا تقدمي، إن صادفت رجعية ديننا رجعي، إن صادفت يمينية ديننا يميني. الخير ناخده من هنا. هو الإسلام يقول إن العقول ما بتهتدش إلى منطقة خير، فيه برضو ناس بيهتدوا إلى منطقة خير يعملوها برضو، فإحنا ناخد الخير من دول وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند إيه؟ عند وسطياتنا. زي ما قلنا أول ما قامت الشيوعية في سنة 17 قالوا ده مش شيوعية، دي اشتراكية مقدمة للشيوعية، إذن ستكون الشيوعية أعنف. قالوا آه. وبعدين شوفني لأنا كل الأعنف دي معناها إنه يعمل إيه؟ يتقدم في الناحية كده، لأنا بيتأخر لورا يتأخر لورا يتأخر لورا، والرأس مالية الشرسة مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل والعامل ياخد حقه ويعمل تعمين ويعمل مش عارف إيه بتاع. بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا الى ايه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوسطيه بتاعتنا خدنا خير ديا وخير دي. ليه؟ لان اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الاهواء وبكل الايه؟ وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا بيطمنه ساعه واحد ما يرى انسان له لدد وآزاه في منهج الحق، من لو آزاه في نفسه يبقى محتملا، إنما لو آزاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من أجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه أبدا، إنما إن تعرض للحق لا يقوم أحد لغضبه، لنفسه لا إنما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا أمام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يرى فيهم يوم يؤمنهم
يجي لهم بلاوي، فبقى تجي لهم بلاوي واحده 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 كده. لكن فيه ناس كتير ما جات لهمش حاجه، فبيعزي النبي يقول له ايه، ان حاجتين اتنين، يا يعني نوريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا يعني ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا تاني. ولذلك فيه ايه بيقول ايه، فاما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الاعلى، فانا منهم لا منتقمون، مش كده، او نور انك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. الايه دي شرحت الايه، شرحت الايه دي. بيقول بقى واما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني انت بين امرين، اما ان ترى مصارع القوم وهزائمهم واندحرهم وانت حي كده، او اذا انتقلت الى الرفيق الاعلى فلن نسلمهم ولن نسكت عنهم، انما برضو عندنا الايه العذاب بتاعهم. نعم. واما نرينك بعض الذي نعدهم، لان اللي حيجي في الدنيا بعض العذاب ده اللي اخره هي اشد. او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، بيقولوا يروا هنا بمعنى إيه، يعلموا. طب وش معنى، قال طب ما كان يقول يعلموا خلاص، ثم قال لك لأن العلم ده قد يكون علما بغيب، إنما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجة واضحة يشوفوها كده. ولذلك القضية الذي يريد القرآن أن يؤكدها يجيبها بهذه الصيغة، مع أن المشهد الحس ما كانش فيه. يجي مثلا يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي إيه، ألم ترى كيف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده النبي ولد عام الفيل، ما شافش الحكاية دي. قال له ألم ترى، قال له ده معناها ألم تعلم. طب وليه ساب ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الله حين يقول لك ألم ترى في شيء لم تره، اعلمه مني فعلمي أوثق من عينك، فعلمي أوثق من عينك. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى إذ المجرمون، لسه ده الحكاية هتيجي بعدين، إنما بيقول لك أن عينك، يقول لك إيه، الحواس كثيرة، ومشهد العين ليس الإيه، العين دي يعني أقوى، ليس مع العين أين، يبقى واحد أنت شايفه كده تقول أين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب إيه الرؤية بدل إيه، بدل العلم. أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها، أصل فيها آية تانية يا سيدي، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الإيه، أفهم الغالبون، الآية التانية. يبقى هنا أفلا يرون دكها، وهنا إيه أولم يروا. كلمة أولم يروا ده في الماضي، وبتانية دي للمستقبل، مش الآية دي حد اللي ما رأوا ده لسه هيشوفوا حاجات إيه، حاجة تانية. أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض أولا؟ الأرض تعرفه يخليها مجهولة أكثر من الاسم، يعني لما نحب نعرف الأرض لكم يبقى التعريف أصعب من المعنى. الأرض هي الأرض دي اللي احنا عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الإيه؟ وعد الله الذين معهم ليستخلفنهم في الأرض، ما ياخدوا الارض كلها يبقى مبر... لا الله. اذن ايه، فذروها تاكل في ارض الله. اذا الارض قد تطلق على بقعه لها حدث خاص في ذات الخاص، ولكن اذا اطلقت الارض على كل الارض تبقى مفهومه. والسماء رفعها ووضع الايه، والارض وضعها للانام، والارض وضع، يبقى كل الايه الارض وضعها للايه، للانام. وبعد ذلك يجي إيه، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مع أنه قايل لهم في آية تانية إيه، ادخلوا الأرض المقدسة تبقى بقعة، إنما ساعة ما قال اسكنوا الأرض كده على إطلاقه ده دل على حاجة تانية،
على أنهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد اسكن تقوم تحدد له حتة، اسكن طنطا، اسكن الاسكندرية، اسكن مش عارف. إنما تجي تقول له اسكن الأرض، طب ما هو في الأرض، يبقى كلام ملوش معنى. فإذا قال الله له وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، معناها ان ملكوش بقى بقعه خاصه، ما دام ما رضيتش تدخلوا ان لا ندخل ابدا ما داموا فيها، خدوا بعتروا في الارض. تشرح ايه ايه تاني؟ وقطعناهم في الارض امما. شوف كلمه قطعنا يعني كل قطعه، بس القطعه جزء فيه تماسك مش اذابه. وقطعناهم في الارض امما يعني كل جماعه منهم من اليهود في اي مكان عاملين امه لوحدهم، ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الأرض بتنقص كل يوم، ننقصها من أطرافها. يعني إيه من أطرافها؟ هم لهم مركز سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة، يبقى انتقصت من أرض الكفر. ما هم المركز، وبعدين جعل القبيلة دي خادية، والقبيلة دي خادية، والقبيلة دي خادية، ودي بيعته، ودي بيعته، يبقى دائرة الكفر إيه؟ نقصت. وبعد ذلك يجي تانيين، يجي تانيين لحد هم نفسهم ما يجوا في الله. فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضاً، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا بالأرض لا في إيمان ولا كفر، ده الناس هم اللي فيه. يبقى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وما دام المسألة كل يوم بتزداد ما ياخذ لهمش عبرة إن الدعوة ممتدة ولن تتراجع أبدا، وكل خير يأتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما إيه؟ ما جاء نصر الله وإيه؟ والفتح. أولم يروا، أي أولم يعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فيه آيات حاول بعض برضو مخلصين لدينهم، محبين لدينهم، نفسه يثبت أن دينه فيه أشياء تدل على الإيه؟ على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. لما قالوا من الأرض مش تمت الاستدارة، الأرض مش كرة يعني كده تمت، بل هي منبعجة من حتة ومفرطحة من حتة تانية، فقالوا ننقصها من أطرافها يعني لإيه؟ الانبعاج اللي فيها كده مش دايرة مسوية كده. قال لك إيه القرآن قال؟ كتر خيرك، أنت بدك تثبت إن القرآن جاب أشياء ما كانوش يعرفوها الأول، ما عرفوهاش إلا بعد ما الهندسة الفراغية اللي فوق والطائرات اللي عملت مش عارف إيه وبتاع، كويس أوي. بس نقول له القرآن يخاطب قريشا والكافرين، والكافرين ما عرفوش الحتة دي، ومعنى أولم يروا أولم يعلموا يعني ده شيء واضح قدامكم، فلا يخاطبهم إلا بما يتضح لهم أن الأرض تنقص. تبقى ما تاخدش شواش المسألة ليه؟ لأن بعدين هتيجي مش صح، تبقى انت دخلت القرآن في حتة وهي مش صح لأنها يمكن نظرية، وبعدين تتغير النظرية نقومنا نعدل القرآن يعني بلاش لي. ولا تأخذ القرآن إلى جانب نظرية ما دامت نظرية، إنما إذا صارت حقيقة علمية صح. فإذا المسألة ما هيش هي زي مثلا ما جم أول ما طلعوا الأمر الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك أوه ده القرآن ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معشر الجن والانس من استقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا، فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما هو ما دام قال لا تنفذون الا بسلطان يبقى سلطان الايه؟ ننفذ. فكيف يقول بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يبقى عمل أبحها ولا واقفة وياكم؟ نقول له طب امال ايه يعني؟ نقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه؟ عايز تربط العلم بالمسائل الحديثة النظريات الحديثة،
وأين القمر من الكون؟ أين القمر من أقطار السماوات والأرض؟ ده القمر ده زي عزبة كده في ريح الأرض، كفر مش عزبة والله، كفر بسيط كده. أين هذا؟ أين هذا من الشعرة؟ أين هذا من المرأة المسلسلة؟ أين هذا من المجرات؟ فين دي السماء؟ فين ده كل اللي انت بتشوفه من النجوم دي اللي بينك وبينها 100 سنة ضوئية كلها في السماء الدنيا، تحت السماء الدنيا. فانت كنت عايز يعني تاخدها في دوله؟ لا، احتاط شويه، لانه لو كان بسلطان العلم تنفذ لما قال الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار. تقول له ما فايده الايه؟ ايه ما فايده الايه دي؟ انها حمت اخبار الرسول عن نفسه انه صعد الى السماء. فالرسول لما قال انه صعد للسماء وعورك به، لو ان الايه دي ما كانتش موجوده يقول الا بسلطان، يعني بسلطان منا، نقول له اطلع يطلع، ينزل ينزل، بسلطان. يبقى بسلطان من مين؟ بسلطان من الله. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. كلمه اطراف علشان ان كان الشيء له طول، بس الاشياء اما طوليه واما مساحيه مسطوحه واما حجميه مكوره. طبعا احنا بنعرف الاطراف في الطول اوله من هنا واخره هنا، من ايه الاول والاخر؟ يبقى له ايه طرفين اثنين بس، مش كده ولا ايه؟ له طرفين اثنين. طيب وان كان على شكل مساحي مستطيل ولا مربع ولا شكل معين ولا اخره، يبقى لها بعدد الاضلاع اطراف كده. لكن ما دام يقول اطراف يبقى كل حته في المحيط طرف. ساعة ما يطلع حتة نصف القطر كده من المركز يطلع للمحيط يبقى ده ايه؟ يبقى دي طرف. يعني معناها اننا نضيق ارض الكفار ونوسع ارض المؤمنين، لا من الجهة الاخرى ولا من الجهة التي تليها. هذه العظمة بقى، من الجهة التي ايه؟ تليها. اولم يروا، اي الم يعلم، انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني يدل على أن دي عملية محدثة، لو كانت على الأصل كانت تبقى أصلها من كده من الأول. والله يحكم، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني إلى كذا وإلى كذا، ثم تقول له لا ده لسه الرئيس الكبير له تعقيب على المسألة دي. يبقى معقب هو الذي يعقب على الحكم، وغالب الظن أنه يأتي بالتعقيب إلغاء، يأتي للتعقيب إيه؟ إلغاء. يبقى بيعقب على الحكم، يعني الحكم ده براءة، وبعدين جه بقى ليه؟ الاستئناف. الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقب، ده باحث جديد، باحث بيعيد الايه، بيعيد الكلام ويشوف المواد مستعملة في مش عارف ايه، النظرة ايه. ولذلك لا غبار على قاض ان يعدل عليه الاستئناف حكم، وإلا لو كانت المسألة دي بقى للقاضي كان كل ما يستأنف حكم حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقوم يقول لك لا، هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، هو بيدرس من جديد، لعل شيئا فاتك أنت ولا يفوته. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم وقول أنا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ايه الاصل يعني؟ قال لك بقى حرص وغنم انسان دخلت على الحرص فاكلت الزرع كله، فتحاكموا الى داود، فداود قال له إيه صاحب الغنم ده، هو يدي الغنم اللي كانت الحرص ده لصاحب الارض. فسيدنا سليمان قاعد بقى سامع فرطش كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قال والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا، صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الأرض،
يستدرها ويسمرها وياكل فيها لحد صاحب ما يزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد ارضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، انما لم يطعم في داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. اذن ادي الاستئناف، معنى الاستئناف مش طعن قاض في قاض، لا ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم اولا ان اعيدت له بظروف اخرى ينتهي ايه، ينتهي اليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي عليه استئناف. ادي معنى لا معقب لحكمه، كان دي تنبأت بدوائر القضاء اولي ومش عارف ايه وايه، وقال لهم لا الا نحكم فيه ما مش هيحصل في حاجه مني. ليه؟ لان المعقب ايقظ من المعقب عليه، التفت الى اشياء دوك ما تلفتش ليه. طب مين اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما تلفتش له بقى؟ يبقى لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ، يبقى فيه حكم يعني ولما تيجي تنفذه الدوخ. لكن أصل الحكم في إيد واحد والحساب السريع في إيد واحد، هو اللي في إيد الحكم هو اللي في إيد الحساب. يبقى ما حدش راح يجي للمحضر يقول له روح مش عارف ايه اعمل ايه، ما فيش. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم، لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الآفة التانية اللي بتيجي في الأحكام ابطأ بقى في تنفيذه، يقول لك ايه وهو سريع الايه الحساب. فكأن الله يرشد إلى أن موافقة الحق عايزة تنفيذ، لأن خد واحد ياخد حقه وده ما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولى عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده له ايه. ولذلك تجد أن استشراء العصبيات في أخذ السار نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين وخمس سنين ومش عارف ايه، الحقد يفرخ. لكن لو أن المسائل في ساعتها، المجرم أول ما يعمل الجريمة البشاعة تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم ويجي هيحكم على القاتل بالقتل، اللي يجي في ذهن الواحد ان واحد حي هينقتل، انقلبت العاطفة مع مين؟ مع الله. لكن لو ان الحكم جاء في ظل شراسة الجريمة اولا تبقى ايه تهول. يبقى اللي بيبطئ بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ايه سريع الايه سريع الحساب. الله. وقد مكر الذين من قبلهم، قل له استقرئ موكب الرسالات فستجد كل أمة أرسل إليها رسول مكرت به وكادت علشان تبطل دعواه. فهل نفع جماعة من المكر بتاعهم يسيطر ويمحو الرسالة، ولا كلها انتهت بنصر النبي وقومه؟ لأن ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الله يقول حكما قرآنيا، وحكم قرآني هو تولى حفظه. اللي يتولى حفظ شيء بيحفظ ما يعطيه الحق، يعني بيحفظ الايه. ما نجيش لواحد عليه فلوس ونقول له خلي الكمبياله معاك، لا. اللي بيحافظ على الوثيقة صاحب الحق ولا لا؟ يقوم ربنا يطلق القضية القرآنية ويقول مش هخليكم انتوا اللي تحفظوها علي، انا اللي هحفظها. يا سلام، هو اللي يحفظها بنفسه. فيقول ان جندنا لهم الغالبون قضية قرآنية، ما جاءت قضية كونية لتنسخ هذه ابدا، بل كل حاجة بين حق وباطل لازم الحق ايه لازم الحق ينتصر. فإذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية إيه مش. ومن اللي حفظ النص؟ ربنا اللي حفظ النص، بيحفظ الحاجة اللي تبقى إيه ما حفظه إلا ليسوقه بأن كونياته لا تتجاوز قرآنيته.
وقد مكر الذين من قبلهم. طيب مكروا، فلله المكر جميعا، لأن كلمة الذين يبقى دول مكروا ودول مكروا ودول مكروا ودول مكروا ودول مكروا، أي مكر من هذا النوع ربنا إيه يمكرون إيه ويمكر الله. يبقى هم مكروا جميعا، ولكن المكر بتاعنا هو اللي إيه هو الخير وهو الغالب. فإذا كان ذلك في الرسل كلها، عندك أنت هيتخلف، ده أنت مرسول للناس كافة، وانت مرسوله وفيش عليك تعقيب، مش هيجي رسول بعدك. وكل هذه المسائل تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام ان اطمئن جدا انك انت ايه منتصر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. في الحياة الدنيا خدوا جزاءهم، انما هيزدادوا ايه علم بعدين لما تيجي الدار الثانيه والعقاب الازلي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلمه لست مرسلا نفهم منها ان الوقف فيه هو، فكانهم بينفوا المرسل ولا بينفلوش الارسال، في فرق بين الاثنين. بينفوا مين؟ المرسل ده، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مش كده؟ وبعدين يقول اللهم ان كان هذا هو الحق الى ايه الى اخر الله. يبقى اذا فكرة الارسال موجودة، بس المرسل ده هو مش عايزين. يبقى الوقفة في مين؟ فيه هو. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيد، شهيد يعني ايه؟ الشهيد ده هو الذي يرجح حكم الحق. يعني في حاجة لما نقول هات شهود يشهدهم ان دي كذا، القاضي يحكم على الشهيد. طب والله شهيد يعني في القضية يشهد يقول ايه ليه مين؟ هم مش مصدقين حاجة ابدا. ما هو لو كانوا هيصدقوا كلام ربنا كانت المسألة انتهت. اما قال لك لا، الشهيد الله هو الذي أمده بمعجزة تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لأن المعجزة خرق لنواميس الكون، ومدام خرق لنواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم إيه الله. فلما يجعلها بين يدي رسالة أي رسول يبقى شهد له بأنه إيه صادق. ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الإيه النبوة، قائم مقام إيه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وإرادة المعجزة ما هياش في المعنى الجزئي في المعجزة، ده في المعنى الكلي. زي يعني يعني مثلا من المعجزات البارزة للرسل سيدنا إبراهيم هيخطوه رموه في النار. ليس المقصد إنجاء إبراهيم من النار، لأن المقصد لو كان إن جاء إبراهيم من النار لكانت في طريقة أو ألف طريقة. أولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحدة، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار، وبعد ذلك راحوا يرموه في النار. كان من الممكن إن كان المقصد الإنجاء إن شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد أن يقول مسكوه. لو مسكوش يقولك اه نفد منا، بس اه لو كنا طلناه، لا طلتوه خلاص وحنرميه في النار. اه لو ما كانش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه ورمتوه في المي في النار والسماء ما نزلتش مي، وبقى جسمه بينه وبين النار. نامو قانون النار احراق. وبعدين هو يأمر النار اللي ادلى سلطة الإحراق، خدت الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان إنجاء إبراهيم، ده ليقول لهم اعملوا ما شئتم وامسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، إنما أنا مش عايز النار تاكل. قلنا يا نار كوني ايه بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى لما تحصل
تبقى دي معجزة دلت على أن إيه؟ صدق إبراهيم فيما يبلغ عني لأنني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بإيه؟ بالمعجزة التي أمدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وأنا من أنفسكم وربيت بينكم ونشأت فيكم وعمر الآن 40 سنة ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر 40 سنة وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا الإيه؟ بهذا القرآن اللي أنا ببلغه عنه، اللي أنا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شهد الله، وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن، الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن يشوف الإعجاز فيه، يقول يا سلام ده معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا بدا الدليل بالإعجاز، اللي يقراه ويتبين فيه ويبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقراه كويس هيتفحص في الأسلوب، يقوم يجد ده شهادة لمين؟ لمحمد. أو من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمة. لإيه؟ لأن نعت الرسول وأوصافه موجودة فيه، حتى أن عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولذلك لما جت نفسه للإسلام ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن نفسي مالت إلى الإيه؟ الإسلام. ما هم دول اللي يفرحون بها، ما هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من اليمن، هم دول اللي كانوا إيه؟ يفرحون بما أنزل إيه؟ إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فقال له يا رسول الله أنا تاقت نفسي إلى الإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أعلنت إسلامي حيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. فأرسل رسول الله إلى صناديدهم وقم قالوا إيه ده، يمكن في بقى فتحة يعني يلين لنا شوية ولا حاجة. كأنهم إيه جايين قدام الرسول، هو نفسه بيقول هو الرسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ ايه يعني؟ علشان يعني. فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا، والبعض يقولوا بقى الايه؟ الاوصاف اللي ما تنقالش. فنطق ابن سلام وقال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا ده ابن إذا صفة دلوعة. قال له ألم أقل لك أنهم بهت؟ نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا ينهوا بعض عن أنهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم متأكدين أن لو أحد سمع القرآن هيأخذ من نفسه ويجي وياه، فيقول ما تسمعوش للإيه، ولما ينقل القرآن إلغوا فيه يعني شوشوا عليه، عشان إذن هم لا يغلبون إلا بهذا. يبقى إذن هم فاهمين أن القرآن لو تمكن إنسان من سماعه ونفذ إلى قلبه لازم هيجي مؤمن. لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ومن عنده علم الكتاب يبقى من الكتاب بتاعهم مش القرآن، لأنه يمكن ما يروش القرآن. يبقى الكتاب بتاعهم اللي هو التوراة والإيه والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
إلى صراط العزيز الحميد. تلك سورة إبراهيم، وبرضو استهلت بالحروف المقطعة اللي هي ألف لام راء، وإحنا تكلمنا في الحروف المقطعة كلام طويل قوي ومستوفى، إلا أن الملاحظ إن ألف لام راء هنا مش آية لوحدها. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك كلها آية، فيه آية تانية تبقى ألف لام لوحدها آية، وقف لوحدها، نون لوحدها آية، مما يدل على أن الأمر توقيفي ليس لنسق بشري، مش دي كلها تبقى كده ودي كلها، دي توقيفي. والخلاف في المتساويات دليل على أن الأمر أمر أعلى، هكذا اعملها كده، يبقى المتساويات لا مش هنا، زي ما قلنا حجر حنبوسه وحجر حن إيه حنرجمه. نعم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليه، إذا أطلقت كلمة الكتاب انصرفت للقرآن. القرآن بيسمى كتاب وبيسمى قرآن وبيسمى تنزيل، أسماء كتير. كلمة كتاب يدل على أنه مكتوب، كلمة قرآن يدل على أنه مقروء. هذين الاسمين كان العمدة في تزوين القرآن، كان حين يأتي الصحابي علشان يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ووجدها مقروءة عند اثنين من الصحابة، يشهد لها اثنين. قال لك كتاب يدل على أنه كتب، قرآن يدل على أنه قرئ. اللي بينكتب ما هو بينقري برضه، لكن اللي بيقرأ يمكن عن حفظ عمياني، يقرأ كده عن حفظ عمياني. فكلمة كتاب تدل على أنه إيه مكتوب، كلمة قرآن تدل على أن إيه على أنه مقروء. أنزلناه إليك، وقلنا ما دام كلمة أنزلنا يبقى فيه علو، فيه أنزلنا وفيه نزلنا وفيه نزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخره. وبعدين يقول نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى مرة يسند النزول إلى من جاء به، ومرة يسند النزول إلى الشيء الذي جاء به النزل به. نزل به الروح الأمين نسبت لمين؟ لجبريل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو القرآن. يبقى أنزلنا دي التعدي، تعدي من منطقة اللوح المحفوظ إلى أن يباشر القرآن مهمته في الوجود. وبعدين نزلنا يتقبل إيه؟ كل ما تيجي حاجة تيجي التنزيل. أنزلناه إليك، علة الإنزال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا يلاحظ أن كلمة الناس ما قالش إلى قومك زي الرسل الثانية، وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم إيه صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب، كل واحد بينادي قومه. ورسولا إلى بني إسرائيل، قال لك شرف الأمر أن الرسل نزلوا إلى بقعة خاصة وفي زمن خاص، وأنت مرسول إلى الناس جميعا. قضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. طب ده قضية يهودي ومسلم، وحكم رسول الله فيها بين اليهودي وبين المسلم، وكان الحائم على اليهودي فحكم لليهودي، يبقى الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإسلام، الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فكلمة لتخرج الناس دليل على عمومية الرسالة، ودي تسندنا للناس كافة، من رسول الله إليكم جميعا. كل دي مهم، في بقى جماعة يقول لك لا ده مرسول للعرب لوحدهم بس، مش منصور لغيرهم. وأيضا يبقى فيه هنا اصطفاءتين، الاصطفاء الأولى أنه اصطفاه رسولا، مجرد اصطفاء رسول دي منزلة، وكون رسول للناس كلها دي منزلة ثانية. وأيضا الإعجاز فيما يأتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، التقارب كان يقول من الظلمات إلى الأنوار، أو من الإيه من الظلمة إلى النور، يجيب دي جمع وديا
مفرد. قال لك لأن النور واحد ما بيتعددش، إنما ظلمات الأهواء متعددة، ظلمة من هنا وده ظلمة من هنا، كل واحد له إيه ظلمة، فبيحيخرجوا من النور من إيه؟ من ظلمات الأهواء المتعددة حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على أنفسهم. يبقى إذن لازم يجيب كلمة الإيه؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية معنوية يجعلنا نأنس فيها بالأمر الحسي، ولذلك من الظلمات إلى النور دي شائعة في القرآن. ليه؟ لأن معنى الظلمة هي إيه؟ انقطاع الضوء عن مرئي، يبقى في ظلمة. لما ينقطع الضوء عن مرئي ما نشوفوش. كان زمان العلماء الأولانيين يظنون أن الرؤية انتقال شعاع من العين إلى المرئي. جه ابن الهيثم المسلم غلطه وقال لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان يرى اللي في الظلمة إذا كان هو في النور، لكن الإنسان وإن كان في الظلمة يرى من في النور. يبقى الشعاع بيجي منين؟ بيجي من المرئي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.